أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: رجل اشترط على امرأته قبل الزواج أنه لا يريد منها أولاد الآن، وقد حملت المرأة في شهرين، فأصبحت في حيرة من أمرها، لأنها إما أن تطلق أو تسقط هذا الجنين الذي عمره شهران. لا، ما يجوز لها الإسقاط. إذا كان يطلق طلق، الحمد لله ومسعها الله. هذا رجل سوء، ما هو رجل خير اللي يحجر على المرأة الحمل. الحمل مطلوب، الحمل مطلوب، وعمله هذا ما هو صحيح. وفراقه خير إذا كان يبي يفارق، أما هي لا تسقط الحمل. ربما يكون هذا الحمل يكون عبدا صالحا ونافعا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلا تسقط الحمل ولا تطع هذا الرجل. نعم.